بارك الله فيكم. هذه السائلة تقول: لقد أديت فريضة الحج عن نفسي منذ 4 سنوات والحمد لله، ومنذ سنتين قمت بالحج مرة ثانية، وكانت عن والدتي، وكانت والدتي على قيد الحياة، ولكنها مريضة بعدة أمراض ولا تستطيع السفر من مصر إلى مكة لأنها تتعب كثيرا من مجرد الركوب والمواصلات العادية ولمدة بسيطة. فنويت وأنا في الميقات أن تكون حجتي هذه لأمي، ودعوت الله عز وجل وهو أعلم مني بحالها أن يتقبلها مني لها وينفعها بذلك، ولكن عند رمي الجمرات ذهبت إلى مكان الرمي، ونظرا لضيق الوقت ولمرض بضيق نفسي لم أستطع الرمي ولا الوقوف في المكان من شدة الزحام، ووكلت زوجي بالرمي عني، ونسيت بأن أخبره بأنني نويت الحج عن أمي، فهل حجي هذا صحيح لأمي، وهل كان لأمي أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا في حجة الإسلام وأمك لم تحج من قبل، فلا بد أن تكون عاجزة عن مباشرة الحج عاجزا مستمرا. أما إذا كانت غير عاجزة أو كان فيها مرض عارض يرجى أن يزول، إنها لا تجوز النيابة عنها في فرض الحج، لأنها على أمل أن تؤدي الحج بنفسها، والنيابة إنما تكون عند العجز. هذا إذا كانت الحجة التي فعلتيها عن أمك فريضة. أما إذا كانت نافلة فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. نرجو أنها تنفعها إن شاء الله. وأما أنك وكلت من يرمي الجمرة نظرا لعجزك ولم تخبريه أن هذه الحجة عن أمك، فليس هذا بلازم، لأن المدار على نيتك أنت لا على نية الوكيل. فما دمت أنك أحرمت عن أمك فجميع المناسك تكون عن أمك. نعم.